السهرة هي النسخة الثانية، النسخة الأولى كنا قد عملناها وكانوا فيها مجموعة من المطربين من على رأسهم بالأحرى الفنان فؤاد زبادي وكذلك الفنان الغفولي ومجموعة من الفنان وبدر رامي بدر الفنان القادر الكبير أستاذ سيدي بدر رامي شكرا أستاذ مونيا والحمد لله أنتم كما شوفوا هذا الفضاء مؤتت بفرقة اللي ربما كتعكس يعني المظهر القديم الجديد والغاية منه هو إعادة صياغة الأغنية المغربية والعربية بشكل عام إن شاء الله واحد يعني الصورة اللي تليق يعني كما تنقولوا بالموروث الثقافي ديالنا المغربي والعربي بشكل عام. باش كتمتاز هذه النسخة هذه؟ هذه النسخة كتمتاز بهاد الوجوه الجميلة النيرة وبهاد يعني الأخوات ديالي يعني الحبيبات اللي يعني بالفضل ديالهم كاين هذا يعني هذا الفضاء الجميل اللي كتشوفي لانه هو مجهود جهيد وهذا المجهود هذا ما كان يتاتى لولا يعني تضافر الجهود ديال هاد الاخوات هادو ومعنا كذلك الاخ ديالنا العزيز الاستاذ سيدي نور الدين غزه وكذلك الفرقه الموسيقيه اللي كنشكرها اللي هي مضحات يعني تقريبا واحد الخمس شهور دابا ديال التدريبات وكذلك ما ننساش المكتب المسير ديالنا والاعضاء الشرفيين ومنهم على راسهم الاستاذ ديالنا صاحب هذه القاعه الاستاذ المحترم الكبير الاستاذ سي السبتي عز الدين. جد سعيدة بتواجدي في هذا الحفل هذا اللي هو من تنظيم الجمعية القمر الأحمر للموسيقى العربية والمغربية والثقافة وكنشكر سي نور الدين غزة على هذه الاستضافة الطيبة. جيت باش ندعمهم وكنتمنى إن شاء الله أن يكون واحد الدعم أكثر من الناس اللي قائمين على المجال باش يشجعوا هذا النوع ديال هذه النشاطات الثقافية الراقية اللي كتفكرنا في الزمن الجميل والزمن الأصيل زمن الكلمة الطيبة والكلمة الهادفة وكنقيو بها وديناتنا شويه احنا محتاجين هذا الشيء باش نساو شويه هذا الالم وفي نفس الوقت باش يكون دعم للعازفين ودعم للفنانين لان كيف ما كتعرفي فهذا هو مصدر الرزق ديالهم الوحيد اذا الا ما كانش تتضافر الجهود فيما بيننا باش نعاونوا بعضياتنا فما يمكنش يكون لنا حل. من الاعمال الجديده ديالي كنت عملت عملين العمل الاول بعنوان حال حسن من حال والعمل الثاني بعنوان مغربنا زين ومنور اللي هو من كلمات الدكتور عبد الكامل دينيا ومن ألحان الأستاذ عزيز حسني ومن توزيع رضا الإدريسي كنا عملناهم في زمن كورونا يعني هذا وكنتمناو إن شاء الله أن تعاود ترجع الحفلات وترجع الأنشطة الثقافية باش يمكن لنا أننا نشاركوا الجمهور الأعمال الجديدة وكذلك عندي إن شاء الله في طور التحضير عمل جديد مع الأستاذ حسن القدميري والأستاذ عبد الرفيع الجواهري مازال حنا كنتناقشوا على العمل اللي غادي يكون إن شاء الله. هذا ما كان اليوم احنا في صدد تنظيم الأمسية الأولى يعني النسخة الأولى ديالنا اللي الأهداف ديالها هو أولا تقديم المواهب الصاعده اللي عندنا داخل الجمعيه، ثانيا تقديم الاساتذه الموسيقيين اللي كاين معنا عندنا واحد الحله من الموسيقيين تبارك الله اللي هما عندهم مواهب جد خلاقه، وثالثا اننا باش نقدروا في خلال هذه الامسيه اننا نعرفوا بالجمعيه للجمهور اللي هما كيعرفوا الجمعيه عن بعد من بعيد ولكن ما عمرهم ما حضروا ما شافوا، اذا هذه فرصه لنا كاملين باش نقدروا نعرفوا راسنا اكثر. واخا ان في ظل كورونا ما قدرناش اننا نجمعوا بزاف ديال الناس، حاولنا اننا نحترموا ما امكن التدابير الاحترازيه، وكنتمنى ان الناس اللي جاوا اليوم من بعيد ولا من قريب انهم تعجبهم هذه الامسيه ديالنا ويعجبهم المواهب ديالنا. علاش اختاريتوا هذا النمط الموسيقي؟ النمط الموسيقي لان الاغاني الطربيه ولا الموسيقى الطربيه كتبقى واحد الشيء اللي هو راقي اللي كيفكرنا بالزمن الجميل، واحد الموسيقى اللي فيها الجانب الاكاديمي كذلك، اذا حنا حاولنا ان نقتصروا على الطرب بما فيه الشرقي وكذلك المغربي. شنو الجمهور المستهدف؟ الاستهداف ديالنا الجمهور هو يعني الفن يقدر يكون طالب عزيز عليه، الفن يقدر يكون طبيب، يقدر يكون عامل بسيط، اذا الفن ما عندوش واحد الحدود مثلا في شكون هو هذا الستاتيو اللي غادي يجي عندنا، حنا كنتوجهوا للجميع، كل من يحب الفن والثقافه مرحبا به داخل الجمعيه. التظاهرات اللي كيكونوا ديال الاغاني الطربيه اللي هما كيكونوا قلال بزاف خصوصا في هذا الوقت هذا اللي كاين دابايا، ودائما كيبقى حبنا للاغنيه
الاغنيه الطربيه سواء كانت الشرقيه او المغربيه فهو حب كبير، وكنحاولوا ما امكن ان احنا في مسكن شي تظاهروا بحال هكا نمشيو ليها. الجمعيه ديال القمر الاحمر المغربيه للموسيقى العربيه هي جمعيه اللي زوينه بزاف، اللي الله دارت مؤخرا اللي كتحاول ما امكن انها تجدد الاغاني اللي نسيناهم شحال هذه كنحاولوا نتفكرهم معها. فيكون لي الشرف اني نكون فرد ونكون ضيف شرف في هذه التظاهره هذه. في الوقت اللي الاقران ديالك كيمشيو الاغنيه سريعه الايقاع، علاش انت بالضبط اخترتي هذا النمط الموسيقي؟ ما نكذبش عليك، ماشي اختاريت هذا النمط بوحدو، انا في الموسيقى الشبابيه وفي نفس الوقت في الموسيقى الطربيه كل زمان وليه الموسيقى ديالو، وكنحاولوا ما امكن ان احنا نديروا شويه الاصاله والمعاصره، نشدوا شي شويه من داكشي القديم ونمزجوه مع شي حاجه جديده باش نخرجوا واحد الستيل اللي هو يكون نقي وكاع الناس اللي تقدر تصنت ليه، اما كل زمان وليه الحلاوه ديالو. حدنا على الاعمال ديالك. الاعمال ديالي كنت كيف ما قلت لك في التلحين، الاعمال ديالي في التلحين كانت اخر عمل ديالي مع الفنانه دنيا باطمه، وباقي الاعمال جايين غادي تكون شي اعمال ان شاء الله قريبه، خليوهم مفاجاه من الاحسن. وفي الغناء ان شاء الله فانا كنوجد سينجل ديالي قريب، وان شاء الله في القريب العاجل غادي ينزل. الصيله اللي كتربطني بجمعيه القمر الاحمر صيله تولوع بالموسيقى والطرب العربي والمغربي الاصيل، وعلى ذكر جمعيه القمر الاحمر كاين جمعيات اخرى كنشط فيها ايفيدامون، جمعيه عشاق الطرب الاصيل وجمعيه دار الطرب وجمعيه دار الاله. وكنشكركم، كنشكروا جريده انفاس بريس على هذه الوقفه ديالها، وقفه كبيره مع جمعيه القمر الاحمر لمواكبه هذا النشاط في هذا اليوم السعيد، الامسيه الثانيه اللي كنقوموا بها لجلب منخرطين جدد لتعزيز وجودهم داخل الجمعيه، وكذلك من الجانب المادي انه جمعيه مبتدئه ما عندهاش موارد دخل من غير هاد المنخرطين الجدد، واكيد الدعم ديالكم والدعم ديال الصحافه المكتوبه والمرئيه كنتمنوا ان شاء الله تكون معنا كذلك الصحافه المرئيه ان شاء الله.